أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله عز وجل عن خليله إبراهيم عليه السلام في قول المشركين لما قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، والسؤال: هل إبراهيم عليه السلام لما بعث إلى قومه كان فتى صغيرا؟ الفتى يطلق على القوي وإن كان كبيرا، الفتى ليس خاصا بالصغير، يطلق على الإنسان القوي والشاب. نعم.